السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في موضوع ما بعد خبرنا لهذه الليلة متعلق بالحراك السياسي ومستجدات ملف الإصلاح وما يطرح من مشاريع وأفكار بهذا الشأن. سادتي الكرام، لنتساءل ما هو جذر الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم؟ كيف تنامت وكيف تفاقمت وإلى أين وصلت بنا؟ ترى هل يكمن الخلل في المنظومة السياسية بمجملها أم في الشخوص وآليات التنفيذ؟ ولماذا يؤخذ النزيه بجريرة الفاسد؟ ثم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نقف لنسأل لماذا يطاح بكل ما بذل من جهود في طريق الإصلاح بجرة قلم واحدة؟ وماذا عن الخيارات المتاحة؟ لماذا تختزل برغبة فلان وفلان؟ ولماذا لا يصار إلى طرد المفسدين ممن ثبت عليهم الدليل؟ ويتكرر السؤال مشاهدينا، لماذا لا يصار إلى تجميد من لحقت بهم شبهات بالفساد؟ فمتى ننهي هذا الجدال الذي استمر فسيتحول إلى صراع يمضي بنا إلى مجهول؟ من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وجدد بكم التحية في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. لكن اسمحوا لي في بداية حلقتنا لهذه الليلة أن أرحب بضيفي العزيزين وعبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة بغداد، عضو ائتلاف المواطن الأستاذ سامي الجيزاني. سلام عليكم أستاذ سامي، وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية، حياك الله. وكذلك اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي العزيز عضو تيار الإصلاح الوطني الأستاذ عبد الكريم البصري. أستاذ عبد الكريم، سلام عليكم وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. أهلا وسهلا بكم، حياك الله. أبدأ معك أستاذ سامي، يعني كيف تنظرون إلى ما يجري الآن على الساحة السياسية من تجاذبات وردود أفعال؟ تفضل أستاذ سامي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة بلادي. لك التحية. اليوم كل العراقيين ينظرون بعين الترقب إلى الأحداث السياسية وعملية التوقف وغياب الرؤية في الأفق وغياب الإصلاحات الحقيقية. هنالك شعارات، استهلاك إعلامي، حراك سياسي ولكن دون نتاج، وهذا مؤشر سلبي بصراحة. غياب النتاج السياسي يؤثر على حياة العراقيين. اليوم الوضع اللي يمر به العراق وضع استثنائي، هنالك عمليات عسكرية، هنالك ملف اقتصادي، هنالك ملفات تحتاج إلى توقفات، التعطل الشبه تام لعمل مجلس النواب، وجود وبروز ظواهر كثيرة بالمجتمع العراقي، هنالك شعارات ولكن لم تطبق على الأرض، وتوجد خطوات ولكن خطوات بطيئة، خطوات ضعيفة لا ترتقي إلى حجم المشاكل. هذه كلها تداعيات ألقت بظلالها على المشهد العراقي، تحتاج إلى توقف. تعطيل دور التحالف الوطني والحراك لدى الأخ الأكبر في داخل العملية السياسية، ومع الأسف شركائنا في الفضاء الوطني أصبحوا اليوم شركاء مكسب ومغنم، لا شركاء مشروع. اليوم المشروع فيه أكثر من مشكلة، يحتاج إلى تدخل كل الفضاء الوطني. اليوم ما نسمعه وما نلاحظه مواقف رسمية بصراحة لا ترتقي إلى حجم المشاكل اللي موجودة في البلد، بيانات لضمان حقوق حزبية وبيانات مواقف لا ترتقي إلى حجم المسؤولية. هذه كلها عوامل ألقت بظلالها على المشهد العراقي. يعني أستاذ سامي، أفهم من كلامك يعني أننا نشهد عقما سياسيا برأيك؟
مو بهذه الصورة يعني، مو عقم وإنما يوجد حراك ولكن لم يترجم على الأرض، لا يوجد نتاج بسبب تعطيل مفاصل مهمة، تعطيل التحالف الوطني، تعطيل مجلس النواب. الحكومة الحالية السيد العبادي لديه مساحات دستورية كفلها الدستور، لماذا لم يستخدمها في داخل جسد الدولة؟ نحن اليوم بحاجة إلى مبدأ الدولة ومفهوم الدولة يجب أن يكون حاضر، بحاجة إلى رجال دولة لا رجال سلطة، لا رجال الفكر الحزبي طاغي على الفكر الفكر الدولة، بحاجة إلى رجال دولة. يجب أن تكون هنالك رؤية مهنية موضوعية لمفاصل الدولة. حالة عدم الشعور بالمسؤولية في المراحل السابقة وحالة الترهل وعملية صناعة مفاصل في جسد الدولة على مقاس شخصيات إرضاءات حزبية، عملية امتداد أفقي للمؤسسات، هذه كلها عوامل تحتاج إلى عملية تجذيب، تحتاج إلى عملية إعادة ترتيب، ولا نحتاج تشريع ولا مجلس النواب ولا توافقات. الدستور العراقي أتاح للسيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية عملية ترتيب هذه الأوراق، ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء استبق الأحداث وذهب إلى قمة الهرم إلى زوايا ضيقة بصراحة. اليوم العملية السياسية بعد 2003 بنيت على نظام برلماني، وتحتاج الحكومة أي حكومة تحتاج إلى سقف برلماني، إلى ذراع برلماني قادر على تمرير سياسة هذه الحكومة. طيب. غياب التوافق في داخل التحالف، غياب الرؤية للإصلاحات والمنهاج عطل عمل الحكومة، وبالتالي ألقى بظلاله على مجلس النواب وحتى عطل عمل المجلس. وهذا ما أريد أن أسأل به ضيفي العزيز الأستاذ عبد الكريم البصري. أستاذ عبد الكريم ضيفي العزيز، كيف لنا يعني من منطلق ما تفضل به ضيفي أستاذ سامي، كيف لنا أن نشخص المشكلة؟ دعنا نبدأ بالعلة ومن ثم نشرح في الدواء، تفضل. نعم والله أنا يعني أثارتني بل أعجبتني الأسئلة التي طرحتها جنابك في بداية البرنامج. شكرا لك. وكنت أتمنى أن تشاع مثل هكذا أسئلة قبل هذا الوقت حقيقة، لأنها ربما يعني أجوبتها تضعنا على سكة صحيحة في تحديد زاوية النظر إلى الموضوع. أنا ما عندي سؤال يدور بذهني أنه عن البدايات وفكر الإصلاح و لماذا التغيير الوزاري وماذا بعد التغيير الوزاري، أسئلة كثيرة جدا. ألخصها بسؤال واحد ابتداء: ماذا أراد السيد العبادي من مجلس الوزراء من قرارات وتعذر عليه إصدارها؟ هذا موضوع جدا مهم. هو طلب التغيير الوزاري، بالبداية كان يقول هذه حكومة منسجمة، ومنهم من قال حكومة ملائكة وكذا، وحكومة مدعومة من أغلبية. الآن بعد هذه الفترة، بعد مرور سنة، أصبح يداعى بموضوع الإصلاحات. فيفترض أن نذكر ابتداء ما هي المواضيع أو القرارات أو التوجهات التي أراد لها السيد رئيس الوزراء أن تمضي ووقف أمامها مجلس الوزراء. هذا موضوع جدا مهم حتى على أساسه نبدأ نحدد ملامح من الذي ضد هذه الإصلاحات ومن معها. بعدين أكو سؤال ثاني: احنا أخذتنا موجة محاربة الفساد والمفسدين والفساد والمفسدين وكررناها حتى وصلت إلى قضية كأنما ببغاوية يكررها أيا كان، بدون يعني كلمة من لا كلام عنده. هي واقع موجود، نعم أكو فساد ومحاربة الفساد. ما هي الملفات العالقة على الوزراء الموجودين ومن هم؟ حتى نخلي يدينا على الجرح ونقول هذا موضوع، هذا وزير عليه شبهات فساد، فنريد إما نحيله إلى المحكمة أو نبدله أو نغير من المنهج. بعدين هل الفساد هو شخص أم منظومة أم تقاليد عمل أم غياب العمل المؤسساتي والاعتماد على الاجتهاد والاستحسان؟ هذا كلهن إذا هذه المنظومة من عالجها ومن جاوب هاي الأسئلة، فالتغيير كمن يريد أن يقتلع شجرة فيقلم أوراقها ولا تزهر من جديد. لا يمكن. يعني لنفترض إحنا جبنا عباقرة هسه كوزراء أو ملائكة، شنو دورة إذا كان شخص؟ يجب أن يكون هذا الموضوع مقترن بتعديلات بالمنظومة القانونية، مقترن بتثقيف شعبي، مقترن
بآليات عمل لمكافحة الفساد. نعم، أنت الآن تتكلم ضمن دائرة العلة، أنا كان سؤالي من شقين، أصل المشكلة بدأناه بالعلة، أنت الآن إلى الآن تتكلم بالعلة، جميل. دعنا نتكلم الآن بالدواء كما وصفته بالشق الثاني من سؤالي. نعم تفضل. أحسنت. أولا أنا قرأت ورقة الإصلاحات هذه اللي هي من 17 صفحة وقلبناها، مكتوبة بطريقة واضح أنه بطريقة ما مستوحية، ما بيها خصوصية عراقية، بيها عموميات تتعلق بمفهوم ناس يدرسوهم شلون يكتبون خطة، ممكن حتى أنا بيها كلمات وتبدو كأنما مترجمة بطريقة يعني حتى ساذجة، مثلا مكتوب كلمة الزبون في بدل المواطن، واضح أنه ترجمة ضعيفة سواء من مستوى الترجمة العام كل الكلام أو بتحديد المشاكل. ثانيا أنت تخلي خطة وتجيب ناس قادرين على تنفيذ هذه الخطة. أولوياتنا الآن أولويات اقتصادية، بلد ما بي موازنته ضعيفة، متعرض إلى تهديد، عنده حرب، هذه أشياء يجب أن نتوقف عندها الآن. فما التغيير الوزاري يجب أن يكون مبني على أساس مسبب بالدرجة الأساس. هذه المرحلة نحتاج تدعيم الجانب الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة، فمو معقولة أنا أجيب وزراء ما عنده مشروع مكتوب. طيب. ولذلك احنا ظلينا هسه بسبب هذا ما يحدث، انه حتى الحياة الحزبية والالتزام الفئوي او الطائفي ظلينا ننظر له بعين الغضب، بينما هو مبرر موجود في المجتمع، اذا ما نشيل المبرر ايضا ما نقدر نزيحه لانه يظهر لنا من جديد. يفترض الان الكتل السياسية تتقدم بمشاريع مكتوبة بها شنو رؤيتها للإصلاح. نعم. يعني من نجي احنا نقول احنا النفط عندنا عندنا مشكلة لأنه لازم نزيد تصدير، احنا كذلك عندنا أفق آخر. أنا بالأمس قبل أول أمس جتني رسالة من الكابتن كاظم فنجان الحمامي يبشرنا بها بأنه سيكون دليلا لأول باخرة عراق أو لأول باخرة للغاز المسال يصدرها العراق. هذا أفق عندما نتحدث عنه ونقول شون عظم موارد الدولة. مثلا من نجي إلى وزارة التجارة يجب أن يكون عندها أيضا طيب. بنفس الطريقة مكتوب أكو خطة استراتيجية شون نطور إحنا موارد البلديات، أمانة بغداد، قضية الجباية، الضرائب واضحة، وبنفس الوقت واضحة. أيضا نشوف تأثيرها على المواطن، وهكذا تنكتب خطة. هذه الخطة ندورها على ناس طبقها. أستاذ عبد الكريم، أفهم من كلامك العلة والدواء هي بيد هم بيد صناع القرار. لا لا يعني أنا أقول نعم. السيد رئيس الوزراء أخذ نعم. على عاتقه تحدث بالإصلاح. اسمح لي ماكو ملامح. نعم أنا أشكرك أستاذ عبد الكريم. ربما تغيير الأشخاص أو تصفية خصومات سياسية نعم. خوف الموضوع مشكل ما يجوز. طيب سأنتقل إلى ضيفي العزيز أستاذ سامي الجيزاني، ضيفي عبر الأقمار الصناعية مباشرة. أستاذ سامي، لماذا وصلنا إلى ما آلت إليه الأمور الآن؟ يعني ألم يكن من الأولى عدم التراخي وحسم الأمر في حينه؟ نحن نتذكر وأنتم تتذكرون ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني قبل سنوات، نتذكر وتتذكرون أيضا 100 يوم وما آلت إليه الأمور بعدها. تفضل. يعني ما ميز العملية السياسية من بعد 2003 إلى يومنا هذا بروز حالات وظواهر غير اعتيادية، مثلا مبدأ الوكالة اللي صار صفة غالبة للعمل الحكومي، وكذلك ثقافة الاختزال ومصادرة الآخر، وعند تحمل المسؤولية يتم الحديث عن الشراكة، وعند المكسب والمغنم يبدأ الحديث الفردي وعملية التبني من قبل شخوص، ولكن الإخفاقات تحمل إلى التحالف إلى الشركاء بالعملية السياسية. هذه الثقافة ما قدرنا نغادرها، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إلى اليوم من حالة عدم استقرار سياسي. اليوم حتى حياة المواطن العراقي، المعاناة اللي يعيشها بسبب الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، النازحين، عدم الاستقرار الاقتصادي، أزمة السكن، الوضع الصحي، وضع التربية، هذه كلها مشاكل لم يتم الحديث عنها، بل عبرها الحديث وأصبح الشغل الشاغل هو الإصلاحات وعملية تغيير سين وتغيير صاد، وكل طرف أو كل كتلة سياسية لديها رؤية ولديها منهاج ولديها توجه ولديها زاوية تنظر من خلالها إلى الإصلاحات.
هذه العملية أنا أعتقد عملية غير مثمرة، وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار جريء برؤية متكاملة شاملة وإقناع شركائه، وإلا دون إقناع الشركاء يذهب السيد العبادي برؤياه لمجلس النواب، وعند مجلس النواب سوف تكون أحاديث قد لا تفيد أو قد لا تنتج نتاج العملية السياسية. وإذا تقدم فلا بأس إذا كانت لديه رؤية ناجحة ناضجة باتجاه تغيير واقع الحياة السياسية في العراق وتغيير واقع العراقيين وترتيب الأوراق وإعادة رؤية واضحة للعمل السياسي. هذه كلها على الطاولة، كل الشركاء السياسيين اليوم وضعوا أوراقهم على الطاولة. كان هنالك من يشكك بحديث الشركاء داخل التحالف أنه توجد جهة سياسية متمسكة بشخصياتها، توجد جهة سياسية غير مقتنعة بالإصلاح، ولكن أثبت الشركاء أنهم جميعهم أنهم مع الإصلاح، واليوم الجميع ينظر إلى السيد العبادي وبانتظار خطوات واثقة إلى الأمام باتجاه كشف الأوراق، من مع الإصلاحات ومن ضد الإصلاحات، ومن لديه موقف في العلن وموقف آخر في السر معاكس لاتجاه العمل السياسي. طيب. على السيد العبادي اليوم الحديث أمام العراقيين دون عملية التلويح وعملية الصورة ضبابية وتوجد كتل وتوجد شخصيات، لا، اليوم المرحلة مرحلة حسم، العراقيين أصبحت لديهم الصورة واضحة، فليتكلم الأخوة وليتكلم السيد العبادي من مع الإصلاحات في السر وفي العلن ومن ضد مبدأ الإصلاحات، ويريد أن يكون خيمة للفاسدين خيمة لغير الكفؤين. اليوم الإصلاح لا يشمل فقط الفاسدين بل توجد شخصيات غير كفوءة، هذا ما يختلف عليه اثنين. عملية التشخيص وعملية الاستبدال مو نهاية العالم، ولكن لا نريد عملية تشفي، لا نريد عملية اختزال، لا نريد عملية وضع العراقيين ووضع العملية السياسية حقل تجارب وسيناريوهات شخصية يراد منها عملية تسويقها على العملية السياسية. نعم. أعتقد أن الوقت عامل الزمن عامل مهم لن يستمر طويلا مع السيد العبادي إذا طيب. ما أخذ خطوة إلى الأمام باتجاه إصلاحات موضوعية. من كل مما تقدم في محضر إجابة حضرتك، كيف تقيمون الخيارات المطروحة على الساحة الآن؟ يعني اليوم إحنا كانت لدينا رؤية ورؤية واضحة وتكلمنا بها مع السيد العبادي. إذا كان السيد العبادي ذاهب لعملية التغيير الجزئي فعليه أن تكون هنالك منظومة واضحة برؤية بلجان واضحة ومعلومة وعملية تشخيص أمام العراقيين دون عملية تضليل، هذا جانب. وإذا كان السيد العبادي يريد الذهاب إلى كابينة مستقلين، مع العلم لا يوجد مستقل بالعراق، فلا بأس أن نذهب إلى كابينة مستقلين، ولكن ما فائدة بقاء السيد العبادي وهو عضو مكتب سياسي في حزب سياسي ويمارس العمل الحزبي والعمل الحكومي؟ اليوم إذا أردنا نذهب إلى عملية الاستقلال فعلى الكابينة برئيسها بطاقمها، يعني ابتداء من رئيس الوزراء تقصد؟ طبعا طبعا ابتداء من رئيس الوزراء. هذا جانب. الجانب الثاني وهي خيارات دستورية أيضا مطروحة، انتخابات مبكرة، عملية إعادة ترتيب الأوزان الانتخابية. طيب هي تصطدم مع عامل الوقت كما تفضلت أنت قبل قليل. طبعا هو اليوم احنا بديناها من مبدأ الترشيح ومن ثم إصلاحات أولى وإصلاحات ثانية والمرجعية وتشخيصها المبكر للحالات في داخل العملية السياسية. أنا أعتقد اليوم على كل الشركاء أن ينظروا إلى حجم التضحيات للعملية السياسية، حجم التضحيات للدستور. طيب. مسيرة الشهداء طيب. اليوم اللي مستمرة يجب أن تكون حاضرة. نرجع إلى نقطة الصفر ونحن نتقدم خطوات إلى الأمام باتجاه الإصلاح، لما الرجوع إلى نقطة الصفر برأيك؟ يعني هو ماكو عملية رجوع إلى نقطة الصفر، ولكن هنالك رغبات شخصية يرتهن بها المشروع. يعني اليوم العراق والعملية السياسية طيب. تقف أمام شخص. للتوضيح أستاذ سامي عذرا، يعني للتوضيح، نحن عندما نريد أن نهدم كابينة وزارية ابتداء من وزيرها وإلى أصغر موظف، ألا يعتبر هذا يعني عود إلى الصفر، عود إلى رقم صفر في بناء كابينة وزارية جديدة؟ لا بالعكس، بحجة يعني الخلاص من المفسدين أقصر. لا بالعكس، هو اليوم كيف يعني؟ اليوم عملية الإصلاح المشكلة مو شخص الوزير، في أي وزارة كانت توجد وزارات في الدولة العراقية سمتها الفساد وتعاقب عليها وزراء ولم يغيروا بل ازداد بها الفساد وواضح لكل العراقيين. اليوم شخص الوزير مو المشكلة النهائية،
ولكن نحتاج إلى وزير يرسم سياسات، نحتاج إلى وزير يمتلك القدرة على الإصلاحات، على إيقاف النزيف. قد لا يستطيع العلاج مرحليا، ولكن إيقاف عملية النزف في داخل المؤسسة هذا نحتاجه اليوم. عملية وضع العملية السياسية على مصير شخوص ما أعتقد بها إنصاف لا للعراق ولا للعراقيين. أنا أشكرك أستاذ سامي. طيب بالانتقال إلى ضيف العزيز الأستاذ عبد الكريم البصري. أستاذ عبد الكريم، نحن أمام مسارات عدة كما تعلم والكل يعلم، كابينة وزارية من التكنوقراط ومن دون خلفيات حزبية جديدة بالكامل، وهذا يعني العودة إلى نقطة الصفر كما تحدثنا أنا وضيفي العزيز أستاذ سامي، أو خيار التكنوقراط لكن وفق ترشيح الشركاء في العملية السياسية. هذا يعني إعادة لتدوير الأزمة والكل يعلم ذلك. وهناك خيار ثالث أستاذ عبد الكريم، أن نضع الإصبع على الجرح ونشخص موطن الفساد ونقتله من دون الإطاحة بالخبرات المتراكمة. كيف تعلق مع كل ما قيل؟ أستاذ العزيز، يعني موضوع الإصلاح هو يعني مو فتزر اون اوف تدوسه وخلاص، يعني هسه صار إصلاح، هذا بناء. طيب قلنا أرجع إلى كلامي السابق أنه بالبناء في مثل هكذا حالة نقترح مشروع وبعدين ندور على الشخص الذي يتلائم مع هذا المشروع. احنا عندنا مشكلة الآن، اكو تحشيد بالشارع، اكو استقطاب، اكو استغلال سياسي. هذا الموضوع يعني احنا ساعدنا اللجنة مثل المستقلة التي تبناها السيد مقتدى الصدر واعلنت وانطت حكومة. هذا اهم، هذه نظرة احادية. مو بضرورة كل الشركاء قابلين على هذه الحكومة، ولا بضرورة كل المجتمع قابل على هذه الحكومة، ولا يمكن ايضا ان نهملها. فيجب ان يكون هنالك تعاون حقيقي بالجهود والمبادرات حتى نقدر نوصل الى نتيجه. اذا هالشكل كل يتجاذب الحبل من طرفه، هذا سيسبب لنا مشكله على الاقل لا يتحملها البناء النفسي لا لقاده العمليه السياسيه ولا للمجتمع ولا طوائفه. البناء النفسي، الاحساس بالوجود والمساهمه في عمليه الاصلاح، هاي قضية يجب أن ننتبه لها. اللي عنده هدف واللي يريد يحققه يرسم الخطوات للوصول إلى الهدف. يعني مو حتى أنا أكشفك أنه أنت غير قادر على العمل وأنت تخلي لي العصا في العجلة حتى تقول لي أنت ما تقدر تستمر بهذا المشروع وهكذا. اللي جاي يصير هذا الموضوع. طيب ماكو تعاون واضح المعالم في هذا. أنا ترشح لي كلام من خلال حديث السيد مقتدى الصدر مع من رشحهم من المرشحين سيد عبد الكريم، انه هو طبعا يعتقد بان الحكومه والبرلمان لن يقبلوا بهذه الحكومه. هذا موضوع معناها اكو مشكله متوقعه مقدما، فهاي المشكله المتوقعه مقدما لازم اكو لها كان في سيناريو للحل. يجب ان نجلس واحد امام الاخر، عين بعين الاخر، ونتكلم بصراحة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يوصي مالك الأشتر، إذا اشتبهت عليك الرعية فاصحر لهم بعذرك. أصحر لهم يعني أخرج لهم واضحا هكذا مكشوف كواحد شخص واقف بالصحراء. أوقف أمام أخوك وقل له وعين بعين وتفاهم على الموضوع. لا يمكن التراشق من خلال وسائل الإعلام وتشكيل مراكز قوى والشد والجذب، هذا ما راح يوصلنا النتيجة، وصلنا إلى طيب. ربما استغفر يعني لا سمح الله إلى مشكلة. يعني أنت الآن تحدثت وأجبتني بصورة عامة أستاذ عبد الكريم، ولكن لأسألك سؤال. أنا في سؤالي من ثلاثة شقوق يعني أو ثلاثة خيارات. الخيار الأول قلت لك حكومة تكنوقراط أو حكومة وزارية تكنوقراط وبلا خلفيات حزبية، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني حكومة تكنوقراط ومشاركة مع وفق ترشيح الشركاء في العملية السياسية. الخيار الثالث وضع اليد على وضع الإصبع على موطن الفساد واجتثاث المفسدين والمضي بالعملية السياسية. برأيك أنت مع أي خيار؟ مع الكل أم مع خيار يكون أكثر قربا منك؟ تفضل. مع الخيار الثالث، لأنه فيه الإنصاف. لا يمكن أن نخلط الموضوع ونقول الحياة الحزبية حياة خاطئة، لأنه هاي تجارب العالم كل المتقدم انبنت على أساس حياة حزبية. تصور أنت مجلس النواب العراقي 325 شخص،
كل يعمل برأيه الشخصي. شلون تقدر تسوي مجاميع مدافعة، شلون تسوي مجاميع قرار، شلون تقدر، ما هذا أمر صعب جدا يعني. وهذه التجربة الديمقراطية بالعالم كلها بنت على أساس أكو بناء حزبي، ولكن ما ابتلينا به في العراق احنا انه هذا التحزب الذي التخندق الحزبي. طيب هذا اللي ابتلينا به، ولذلك وضع اليد على مواطن الفساد واجتزاز الفاسدين هو الحل الامثل، لان يكون فيه الانصاف. نعم. لمن جاء من خلفيه حزبيه او لم ياتي من خلفيه حزبيه. لاسالك سؤالا عاما، لاسال سؤال عام استاذ عبد الكريم، هل انت مع التغيير الجذري بصوره عامه؟ بصوره عامه نعم ام لا؟ لا طبعا، لانه يعني خلاف الانصاف أن يتساوى الصالح والمفسد، الكفو وغير الكفو. وأنت إذا تلاحظ هسه ممكن هنالك عدة وزارات بها مؤشرات للتقدم، بها مؤشرات نجاح وواضحة، يعني قسم معروف لدى المجتمع العراقي، قسم معروف تناولته المعاهد الدولية يعني مراصد السياسة العالمية. خب هذه أشياء لا يمكن إحنا أن نغادرها. ثم أنت أيضا لا تنسى أن هناك شيء بتراكم التجربة، الدولة لازم بها ذاكرة، أكو أمور بها بناء. مو معقولة أنا أجي أفلش كل واحد يجي، أنا يجي يتعلم في موقع المسؤولية، ولكن الكفوء المبدع ممكن يختصر مراحل وممكن يسير مع إيقاع الدولة ويدخل ضمن الذاكرة ويدخل ضمن الخبرة ويأخذ خبرة مضافة ممكن. لكن أنت أن تأتي بناس كلهم جدد، كلهم لم يكن لهم يعني ربما سابق تجربة في مجال العمل الإداري، خب بضرورة هناك كثير من الأساتذة الجامعيين ولديهم نعم علم وكفاءة، ولكن كمدرس ربما خب لا يمكن غير قادر على أن ينجح في كإداري. القضية ليست ملتبسة، واضحة المعالم. نعم السلام. وين الفساد؟ أروح عليه أشخصه، أشوف من هو الجيش والمنظومة التي تدعم هذا الفساد وأتحرك عليها بهذا الاتجاه. طيب أنا أشكرك أستاذ عبد الكريم. بالانتقال إلى ضيف العزيز الأستاذ سامي الجيزاني، لماذا برأيك لا نلجأ لسياسة الخطوة خطوة لنصل إلى الهدف في النهاية أستاذ سامي وبأقل الخسائر؟ يعني ما ميز فقرة الإصلاحات أو العمل الحكومي أو ثقافة الترشيق ومن ثم الإصلاحات بحزمة أولى وثانية هو غياب المنهاج الواضح وغياب السقف الزمني. اليوم كل عمل حكومي أو كل عمل سياسي يحتاج إلى سقف زمني، يحتاج إلى منهاج واضح المعالم. العملية السياسية لم تتشكل بجهة سياسية واحدة أو بشخوص، بل هنالك شراكة، هنالك دماء، هنالك تضحيات، الجميع شركاء وحسب المساحات. برأيي غياب المنهاج الواضح، غياب الرؤية الواضحة وعملية إقناع الشركاء اليوم لا يوجد تزمت. للتوضيح أستاذ سامي، للتوضيح، يعني برأيك حكومة الدكتور العبادي يعني منذ تأسيسها وإلى هذه اللحظة ألم تتوفى يعني تصل إلى توصف بأنها حكومة مقبولية، حكومة مشاركة للجميع؟ لا، حكومة السيد العبادي أفضل من الحكومات السابقة، ولكن تشكلت بظروف ضاغطة، بظروف هناك سقف دستوري، هناك عمليات عسكرية، فقدان 3 محافظات، داعش على بعد مسافة 60 كيلو عن بغداد، ملف اقتصادي منهار، يعني غياب الرؤية. طيب. عملية تقاطع سياسي بداخل. طيب. البلد استطاع التحالف أن ينتج. طيب. حكومة السيد العبادي. نعم. بظروف ضاغطة، هذه كلها. نعم. تحسب لفريق السيد العبادي. جميل. ولكن لنقف عند هذه النقطة، أقف معك عند هذه النقطة. حسب وصفك وإذا ما وصفنا حكومة الدكتور العبادي بأنها حكومة شراكة وحكومة إلى الآن جيدة وهي الأفضل، لماذا لا نبني عليها برأيك؟ لماذا نطيح بها إن كانت جيدة؟ يعني سؤال عام، سؤال المتلقي يحاول أن يسأل هذا اليوم. هي مو ثقافة الإطاحة وإنما ثقافة التطوير والتبديل. اليوم حتى الأخوة المعتصمين المتظاهرين لم تكن لهم طلبات شخصية ولم لم ينطلقوا من مبدأ حزبي، بل كان انطلاقهم من مبدأ العراق، من مبدأ التقويم والإصلاح. نحن وصلنا إلى مرحلة في الحكومات السابقة كانت التقاطعات مع مجلس النواب العراقي تقاطعات غير اعتيادية، في هذه الحكومة توجد علاقة طيبة. في الحكومات السابقة كانت ثقافة الانفصال وثقافة المقاطعة وثقافة المصادرة، و3 وزراء مغادرين و3 راجعين للكابينة.
أضعفت العمل الحكومي، تقاطعات الحكومة الحالية فيها مسحة أمل، فيها حياة، فيها عمل، ولكن هل هي الطموح؟ لم تكن الطموح بسبب الظروف. السيد العبادي رفع مشروع الإصلاحات، فالجميع من أجل مصلحة العراق مع هذا المشروع، ولكن الشركاء يحتاجون إلى رؤية، إلى منهاج من أجل المضي. العراق والعملية السياسية أكبر من الأسماء، أكبر من العناوين. طيب. الذاكرة السياسية سوف تسجل المواقف، كلها محفوظة. نحن اليوم مع الإصلاحات، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى رؤية، إلى منهاج، إلى توقيت، إلى مقبولية. اليوم التحالف الوطني صحيح هو الكتلة الأكبر، الكتلة الراعية للحكومة، ولكن يجب أن نراعي الفضاء الوطني. اليوم الفضاء الوطني توجد تحفظات على طرح السيد العبادي. اتحاد القوى التقاهم السيد العبادي، وبعد خروجه خرجوا بمؤتمر صحفي، كانت الرؤية والمضمون تختلف على ما توجه به السيد العبادي. يوم أمس كان هنالك حديث واضح وصريح عن اتحاد القوى أنه أولوياتهم إعادة النازحين، مو أولوياتهم الإصلاحات. طيب، إذا ما يعني إذا ما طرقنا باب التغيير الجذري، مصطلح الشلع قلع، سأتحدث معك بلغة الأطباء، ما الضامن أن الورم لم ينتشر وأن المريض هو ميؤوس منه أصلا؟ تعليقك. لا، اليوم احنا ما نقدر نوصف حكومة تعمل بظل ظروف، هنالك انتصارات أمنية، هنالك عمل، الحكومة فيها نتاج. اليوم عام ونصف على عمر هاي الحكومة، وأنا ذكرت هل هي الطموح؟ لم تكن الطموح بسبب وجود إمكانيات أكثر. العراق يمتلك من الطاقات ما يمتلك، بحاجة إلى عملية إعادة ترتيب هذه الانتصارات الأمنية. شركاء في العملية السياسية مع الأسف في بداية هذا العام كانت لديهم تصريحات غير مسؤولة، أنه شهر الرابع الحكومة غير قادرة على تسديد الرواتب، المتقاعدون ووضعهم المالي، كلها كانت رسائل غير إيجابية، واستطاعت الحكومة العبور والمضي، وهنالك بوادر أمل. عندما يكون الحديث عن البناء، فالجميع مع البناء، الجميع مع الإصلاحات، وأنا ذكرت أنه مشكلتنا الأساسية هو المنهاج الواضح وعملية التشكيك وفقدان الثقة. هنا دور التحالف الوطني يكمن، وبصراحة التحالف الوطني لم يأخذ دوره الحقيقي، وحتى رئاسة الجمهورية كان الاجتماع الأخير عن تشكيل لجان لمفاوضة المتظاهرين والمعتصمين. الجهة الراعية للتظاهرة وللاعتصام الأخوة بالأحرار بالتيار الصدري، وممثلهم جالس في رئاسة الجمهورية. طيب، أعتقد اللجان عملية تسويف وعملية هدر وقت. طيب، لأسألك السؤال الواضح عن سيد الفاضل، أستاذ سامي ضيف العزيز، هل أنت مع ما تقدم من إجابة حضرتك، هل أنت مع ترميم هذه الحكومة مع ما تمتلكه من خبرات والمضي بها قدما نحو شاطئ الأمان كما يعبرون، أم أنت مع المتظاهرين الذين ينادون بالتغيير الجذري واستبدال سين بصاد وعين بلام؟ مع من أنت أستاذ سامي؟ أيهما أكثر قربا إليك؟ لا، هن المشروعين مع العراق، يعني اليوم المتظاهرين عراقيون وطنيون، يعني أكثر تحديدا أستاذ سامي؟ لا، نحن مع المتظاهرين. اليوم حجم الفساد وحجم الترهل وحجم الضياع بالثروات وبالأرواح لا يقدر، ولا توجد شعور بالمسؤولية من قبل بعض المتصدين، لا الكل، بعض المتصدين. نحن بحاجة إلى إصلاحات، ولكن هذه الإصلاحات يجب أن تكون بأطر دستورية واضحة المعالم. طيب، أنا يعني عندما ضربت لك مثالا طبيا أو سؤالا طبيا أن الورم يعني يستمر بالانتشار وأن المرض ميؤوس منه، كناية على أنه عندما نستبدل سين بصاد، هل تضمن أنه لا يصاب بفيروس الفساد، بفيروس التواطؤ، سمي ما شئت؟ بالمناسبة اليوم الفساد المالي والإداري وحالات الترهل هي مو ظاهرة عراقية بل ظاهرة عالمية. احنا اليوم بالعراق نحتاج إلى منهاج لمكافحة الفساد، توجد تجارب عالمية، لدينا في العراق أيضا تجارب. طيب. لدينا منظومات الكترونية اليوم فاعلة خدمية في جهاز المرور، في الجوازات، أثبتت نجاحها وكفاءتها، مبدأ صرف الرواتب الإلكتروني، هذه التجارب اليوم يجب أن توسع، يجب أن تأخذ مديات أوسع. إذن لماذا لا يصار إلى عزل الفاسدين أستاذ سامي؟ لماذا لا يصار إلى عزل الفاسدين ومن ثم تشخيصهم وينتهي الأمر؟ الرؤية لرافع لواء الإصلاحات هي لم تكن رؤية الدولة بل رؤية حزبية.
بالتالي حزبية الآخرين مثلبة وحزبية المتصدي منقبة، هنا نقطة نظام تحتاج إلى توقف. إذا كنت أنت ضد العمل الحزبي فأنت رجل حزبي، وإذا كنت أنت رجل دولة فعليك أن تتجرد من عباءة الحزب وتأتي وتكون رجل دولة وتعطي مصداق لفعلك. يعني اليوم احنا نتحدث عن الإصلاحات وعلى الاستقلالية والحكومة تسمي 3 هيئات لشخصيات حزبية، ما هي الضمانات للشركاء؟ هذه كلها علامات استفهام وعلامات فيها هواجس للشركاء. اليوم الشركاء في العملية السياسية لم يكونوا شركاء في شركة استثمار، بل قدموا دماء، بل قدموا تضحيات وتاريخ سياسي. طيب أنا أشكرك أستاذ سم. بالانتقال إلى ضيف العزيز الأستاذ عبد الكريم البصري. أستاذ عبد الكريم، جرى الحديث عن الإصلاح والخوض في هذا الشأن كثيرا، أنت تعلم والكل يعلم. طيب قدمت الكثير من الأوراق، أوراق الإصلاح أستاذ عبد الكريم، لكنها لم ترى النور إلى الآن، لماذا؟ الواقع كله مشوش. أنا وهذا اللي قلنا به، يعني واقع من؟ الواقع السياسي تقصد يعني؟ لنفترض احنا في تيار الإصلاح الوطني عدينا ورقة بها رؤيتنا وبها إحصاءات وبها أرقام وبها جداول تنفيذ وبها نجي بهذه الخطة ونقدمها للسيد رئيس الوزراء، يجون الإخوة في كتلة الأحرار في المجلس الأعلى يؤدون نفس الشيء، الإخوة في وهكذا كل الكتل السياسية تعد. إذا قدرنا نوصل إلى هذا المستوى وهنالك في رأس الوزراء كذلك هنالك خلية عمل عالية الكفاءة ممكن تفرز أو تستفيد بالإضافة إلى ما لديها من معلومات مثل هكذا خطط، هذا نقدر نعبر بها، وهي هاي قضية مو عملية يعني صعبة. طيب ولا هي فد شيء يعني من البدع، موضوع ممكن وبمجرد يحتاج إرادة ويحتاج ثقة بالنفس. هسه أنا ما أدري كل المسؤولين، وهذا هو سؤالي أستاذ عبد الكريم، سأبقى معك أستاذ عبد الكريم. يعني هناك ما يرى أن هناك تراخيا في ملف الإصلاح وعدم وجود نية في تطبيق ونية حقيقية للمضي قدما نحو تطبيق كل النقاط التي تحاول انتشال يعني شارعنا العراقي والمضي به نحو الإصلاح. نعم النية موجودة ولا أشكك، ولكن الآلية الفهم الكفاءة هي المفقودة. احنا عندنا اخي واضح المعالم كل تنحى، يعني اريد مسؤول يطلع بملء الثقة بالنفس وبالضرس القاطع يقول انا في موقع المسؤولية من سنة كذا الى سنة كذا اتحدى اي شخص ممكن يلزم علي قضية لا سمح الله فيها شبهة فساد فرضا. هذا الموضوع احنا نريد هيك ناس يوقف ويحكي يتكلم بملء الفم ويقول بمنطق من كان منكم بلا خطيئة فليرجمه. شخص طيب. قوي يقول أنا بلا خطيئة واللي يريد خلي يجيني. احنا هذه المشكلة، ما جاي يصير المسؤول بقى يأخذ إيقاع الكلام اللي يدار في الشارع وما يتحلى بالثقة بالنفس. طيب. اللي هسه أنا من موقعي الخاص أقدر أقول هاي الشخصية إيجابية، هذا الوزير ناجح مثلا بتجربتي الذاتية، أنا ما أريد أسقط كلامنا. طيب. رأيي على الآخر. لأقف معك عند هذه النقطة لنكن واقعيين أستاذ عبد الكريم، أين الخلل؟ يعني في رأس الهرم، في القاعدة، أين؟ لا بالمفهوم بفهم العمل السياسي في العراق. احنا جينا بتراكمات باضطهاد كبير جدا وفئات مكبوتة، وجينا جتنا طبقة من المسؤولين المناضلين اللي معول عليهم اجوا بعمر متقدم فاتم الكثير من وجودهم بالسلطة. الخطأ الثاني ان الطبقة السياسية لم تعمل طبقة اخرى خلفها ممكن تكون مساندة وتملأ الفراغ، هذا ايضا قضية ثانية. القضية الثالثة تنامي الروح النرجسية عند كثير من القيادات بحيث انه ظل عندما يختلف مع أخيه رأسا يلجأ إلى الإعلام وإلى استرضاء الجمهور وطرح أفكار تثير الناس في وقت المجتمع ملتهب. هو المهم أن هو يناغم آراء عاطفية للمجتمع ممكن يحصل بها أصوات، ولذلك خبص صوت المعتدل، الصوت الحصيف الحكيم الذي يتحدث بحجم العراق وليس بحجم الأشخاص والفئات. هذا الصوت اختفى الآن، بل بالعكس. نعم. الذي يتحدث بهذه الطريقة الذي لا يدخل
في التخندق الطائفي ولا يلجأ إلى التحزب تجده وحيدا. نعم، يعني كأنك متفق مع ضيفي العزيز الأستاذ سامي الجيزاني أن العلة تكمن في المنهجية أستاذ عبد الكريم. نعم تمام؟ كل البنية، يعني احنا يرادنا تثقيف سياسي جديد، يرادنا يعني نعيد قراءة بعضنا، قراءة ملفاتنا، ننظر إلى ما كان وما سيكون، لأن الكل يعتقد بأنه هو مصلح والآخرين يتهمونه بالفساد. هو في قرارة نفسه يعتقد هذا قدر معلوماته وهذا فكرة. وكذلك أؤكد يجب أن ندرسها ضمن الوضع النفسي للشخص. لا يمكن يعني هكذا مجرد هم بشر، والبشر عندهم ثغرات وعندهم مشاكل، ربما عنده نوايا طيبة ولكن غير قادر على النهوض بهذه النوايا، تعطل مرة موقف بانكسار، موقف بحقد، موقف بغل، موقف بتحدي. هذا كلهن نفكفكهن وندرسهن بشكل واقعي. نعم. وما نريد نكون نبني قصور بالفراغ فقط على الخطابات وعلى الكلام. أنا أشكرك أستاذ عبد الكريم. نعرف مصادق على الأرض بمواقف لأشخاص لحد الآن غير معروفة للمجتمع العراقي. كيف بنيت هذه الدولة في بداياتها، وكيف يعني هذا موضوع لحد الآن ما حد يحكي به. كل حتى الإعلام طبعا الإعلام يلزم رأسا عنوان ويقعقع به بدون الغوص في كثير من الملفات الحقيقية، لأنه الإعلام المحايد، الإعلام المنصف المحايد 100% على رأي محمد حسين الهيكل، لا يوجد إعلام لوجه الله. احنا هسه الإعلام المحايد مفقود، كله إعلام متحزب، إعلام مدفوع الثمن، إعلام عنده وفي أحسن الأحوال إعلام رصين، ولكن عنده أجندة وعنده هدف خدمة. ولكن في بعض الأحيان هذا الإعلام لا يخلو من قول الحق وكلمة. نعم. الحق عندما تشتد أو تصطك الأسنة كما يقولون. أستاذ. نعم. عبد الكريم. نعم. أنا أشكرك جزيلا. أستاذ سامي الجيزاني، البعض يعني يقولون أو يؤمنون برؤية أن العملية متجهة باتجاه واحد، أنت مع هذه الرؤية أم لا؟ يعني ما فهمت السؤال جلال. يعني البعض يرى ما يجري، أقصد في الساحة السياسية العراقية، هو الدفع باتجاه واحد، يعني هل تتفقون مع هذه الرؤية؟ لا، هو اليوم مو قضية الدفع باتجاه واحد، اليوم الدستور العراقي أتاح عدة سيناريوهات، هنالك حراك في داخل التحالف الوطني، هنالك اجتماعات لغاية هذه الساعة، توجد عمليات اتصالات، توجد بلورة لأفكار، هنالك عمل، هناك أكثر من رؤية مطروحة اليوم. ما أعتقد اليوم الشركاء في داخل التحالف الوطني أو في الفضاء الوطني لم يعوا حجم المشكلة، لم يعوا حجم التحديات اللي تحيط بالعراق بالعملية. نعم. السياسية. سأعطيك لك مثال أستاذ سامي لكي تتضح الصورة لديك، يعني على ذكر التيار الصدري وتقديمهم لمرشحيهم، ماذا لو لم يتم الاتفاق عليهم؟ يعني هذا مثال لتوضيح سؤالي، تفضل. لا، الأخوة في التيار الصدري مرشحيهم أو الأسماء التي ظهرت هي عملية مساعدة للسيد رئيس مجلس الوزراء من أجل إعطاء خيارات أوسع بالفضاء الوطني. لم تفرض عليه هذه الورقة، وكل الكتل السياسية كانت تمارس دور الاستشاري، دور الناصح، دور مقدم النصيحة، باعتبار أنه الرجل حجم المسؤولية اللي مناطة بشخصه غير اعتيادية، مصير العراقيين، العمل السياسي، العمل الحكومي، المشاكل اللي ورثتها الحكومة من الحكومات السابقة. نعم. الأخوة شركائنا بالعمل السياسي، الأخوة بالتحالف الوطني، قالوا على أنفسهم تقديم النصح، تقديم الإرشاد، باعتبار لديهم امتدادات بالقواعد الشعبية، بالقواعد في كل مساحات العراق، وهنالك كفاءات. العراق ولود فيه من الطاقات الكبيرة والغير اعتيادية. طيب سامي، أنتم في كتلة المواطن هل قدمتم مرشحيكم؟ لا، اليوم احنا في كتلة المواطن قدمنا الاستقالات للسيد العبادي، ولكن ومرشحيكم لم نقدم أي مرشح باعتبار لا توجد رؤية واضحة. رؤية واضحة تقصد من قبل رئيس الوزراء؟ طبعا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. اليوم عملية الاستبدال يجب أن تكون هنالك تشخيص واضح، وإذا كانت الرؤية نذهب. طيب. لمستقلين، كان لدينا شرط واحد، إذا ذهبنا إلى حكومة مثل ما طرحوا الأخوة التكنقراط وحكومة مستقلين، كان لدينا. طيب. شرط أنه السيد العبادي سامي يغير وضعه السياسي أو يستقيل. طيب أستاذ سامي، إيضاحي أو سؤالي من شقين. الشق الأول،
لماذا لم تتم إلى الآن الإيمان برؤية السيد العبادي؟ لماذا لم تتم يعني توافقكم مع الدكتور العبادي؟ ثانيا أنتم كسياسيين في دولة أو في ائتلاف المواطن، إذا كنتم أنتم الطبقة السياسية غير واضحة الرؤية بالنسبة إلى الدكتور العبادي، فما بالك بالطبقة طبقة الشارع العراقي؟ الشارع العراقي ينتظر ما هو جديد. نعم. لا، أنا ذكرت في بداية حديث اليوم أنه حجم التحديات وصعوبة المرحلة اليوم، حرص كل القوى الوطنية على أن لا يكون العراقيون حقل تجارب، وبالتالي عندما يصبح العراقيين حقل تجارب نصل إلى طريق مسدود. يعني هذا يقع على عاتقكم أنتم الطبقة السياسية أستاذ سامي. طبعا الجميع اليوم مسائلين. سؤالي، متى تتفق رؤية المواطن ورؤية الحزب الفلاني ورؤية الكتلة الفلانية مع الرؤية الوحيدة لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي؟ متى؟ لا، اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء رؤيته مو رؤية قاطعة وعلى الجميع تنفيذها. اليوم العراق فيه نظام ديمقراطي، هنالك مجلس نواب، هنالك قوى وطنية، هنالك شخصيات وطنية ذات تاريخ وطني، لديها رؤية، لديها وجهة نظر على الأخوة. طيب، أصحاب القرار مناقشة هذه الرؤى ومن ثم عملية إخراج رؤية موحدة تنطبق عليها الآراء. سأصيغ السؤال بطريقة ثانية أستاذ العزيز، أستاذ سامي، من عليه أن يستمع لمن؟ رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يستمع لرؤية المواطن، أم المواطن يستمع لرؤية أو بصورة عامة أقصد كل الكتل أستاذ؟ لا، هو الطرفين. يعني من يستمع لمن؟ من يتوافق لمن؟ لا، بالخروج الى بنتيجه ايجابيه. نعم، اليوم كل كيان سياسي او كل كتله سياسيه متبنيه لفكر ولرؤيه، ومن حقها ان تتبنى، ولكن المصلحه العليا اين تقتضي؟ مصلحه العراق. اليوم توجد كتل سياسيه، وحتى السيد رئيس مجلس الوزراء لديه رؤيه تتقاطع مع الدستور. اذا كانت رؤيه تتقاطع مع الدستور او رؤيه غير مقبوله بالفضاء الوطني، لا يمكن فرضها على الفضاء الوطني. اذا فرضت على التحالف الوطني في مراحل سابقه من اجل حفظ المشروع فكان بها. اليوم الفضاء الوطني ايضا يجب ان ننظر للاخوه شركائنا في البلد، لديهم تضحيات ولديهم تاريخ ولديهم رؤيه ولديهم حجم في داخل مجلس النواب. اليوم القرار مو قرار التحالف الوطني، اليوم قرار حكومة السيد العبادي هي حكومة شراكة لكل العراقيين. يعني اليوم عندما طرحنا الأغلبية السياسية العابرة للمكونات، بعض الأخوة فهموها على أنه أغلبية رياضيات وبالتالي تكون أغلبية غير مستقرة. الطرح اللي طرحناه هو أغلبية مريحة، أغلبية تستطيع تمرير قرارات، لا أغلبية معطلة. نعم. يعني أغلبية غير مستقرة، بالتالي انسحاب نائب أو انسحاب نائبين أو انسحاب كتلة بسيطة تضعف أو توقف عملية إصدار قرارات، وبالتالي نذهب إلى مجلس نواب معطل لا يستطيع إنتاج قرارات مفصلية وأساسية. نعم، جميل جدا. أنا أشكرك أستاذ سامي. الانتقال إلى ضيفي العزيز الأستاذ عبد الكريم البصري. نسمع كثيرا أستاذ عبد الكريم عن الحلول الترقيعية. سؤالي، هل من وصف لذلك أو مثال على ذلك؟ لا سيما نحن وأنت والكل يعلم أن المنادي بالتغيير الجذري يخشى الحل الترقيعي. تفضل. والله أعطيك مثال حي، يعني تغيير إلغاء بعض الوزارات في الحزبة الأولى بالإصلاحات. هذا التغيير شوف شنو أثره على كفاءة الأداء في الخدمات المقدمة للمواطن، في اختصار الوقت والجهد والزمن، في المال والجهد والوقت، يعني هي عوامل ثلاثة احنا نريد نختصرها لكن نحافظ على مستوى الخدمات. راح تشوف من تدرسها بشكل متأني راح تشوف انه هذه الاصلاحات لم يعني ترقيعية ولم تأتي بجديد وليس فيها اثر كبير جدا، لا اختصرت لنا مال ولا اختصرت لنا جهد ولا وفرت لنا خدمات عالية، يعني لأنه هي خطوة انفعالية ورد فعل لتهدئة الشارع وليست خطوة مدروسة بشكل يعني واضح. ويعني أرجو أن لا يصرف الذهن بأنني ضد فكرة ترشيق الوزارات، ولكن أنا مع فكرة أن ننشئ المؤسسات والوحدات الإدارية حسب حجم العمل ومستوى القرار. يعني إيش قد عندي حجم عمل؟ نعم. وإيش قد عندي مستوى قرار؟ ممكن أسوي مع المستوى فرضا وزارة للمرأة
هي حجم العمل قليل بها ولكن مستوى القرار عالي، لأنه حتى يصير بها يصير مرأة هنالك عضو في مجلس الوزراء لإنصاف وضع المرأة ولتعديلها وتأهيلها وتقديمها للمجتمع يتعلق بقرارات عامة، ولكن حجم العمل ربما في هذه الوزارة قليل، إنما لأنه مستوى القرار عالي سويناه وزارة. وهذه النظرية يعني وهذا الأساس ننظر إلى الوحدة الإدارية ونشوف إيش قد حجم العمل بها وشنو مستوى القرار وعلى أساسها نحدد. بعدين أكو متطلبات إحنا من تعدد الوزارات طبعا هم على خلفية زيادة سعة التمثيل المجتمعي لمكونات المجتمع. طيب أستاذ عبد الكريم أسألك سؤال عام وواضح. لا ترددت المثال أقول لك هذا مثال حي. نعم. هذا هل لأنه لن يبقى لدي من الوقت أستاذ عبد الكريم لأسألك. نعم. سؤالا عاما وواضحا أفهم من كلامك ومن كلام ضيفي العزيز الأستاذ سامي الجيزاني وباختصار لو سمحت، أنكم أو أنكما ضيفي العزيزان أو أنك أنت مع حكومة الدكتور العبادي والمضي بها إلى الأمام بعيدا عن كل المفسدين والمريدين وإزاحة كل العقبات التي تحول دون نجاح العملية السياسية، هل أنت مع هذا الرأي؟ معي الكلام؟ عفوا. نعم أستاذ عبد الكريم الكلام لك. نعم نعم أنا مع باختصار لو سمحت مع إجراء التعديلات وإجراء الإصلاحات تغيير الأشخاص مع أرجع إلى نفس الكلام وفق المنهج. أجي إلى وزارة معينة هسه أنا راح أجي على وزارة الخارجية. نعم. أجي إلى وزارة الخارجية. نعم. أشوف شنو اللي يتغير في البنية التحتية للوزارة، شنو يتغير في تقاليد العمل. نعم أستاذ عبد الكريم عذرا لم يبقى لدي من الأشخاص، شنو يتغير في علاقاتنا الدولية. نعم. هذني الأشياء كلها يعني لما أجي أقيمها وأخلي لها معيارية أعرف أنه هذه الوزارة ناجحة أم غير ناجحة. جميل يا أخو، مو الموضوع هو عشوائي لو قضية أنه أنا إذن أنا فهمت يعني جميل جدا. إذن أنا فهمت من كلامك أنت مع دفع الحكومة إلى شاطئ الأمان. نفس السؤال أستاذ سامي بنصف دقيقة لو سمحت لأنه لم يبقى لدي من الوقت، ما هو الحل وهل أنت مع حكومة الدكتور العبادي بدفعها إلى الأمام وابتعاد كل المفسدين والمريدين؟ تفضل. طبعا نحن مع حكومة السيد العبادي وداعمين للسيد العبادي، ولكن نحن مع إعادة الصورة الحقيقية للتحالف الوطني حتى يأخذ دوره ويأخذ دوره بالإصلاحات وعملية تقويم حكومة السيد العبادي. إذن لا يبقى لي في نهاية حلقتنا من برنامج ما بعد الخبر إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيفي العزيزين اللذين كانا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ سامي الجيزاني عضو ائتلاف المواطن. شكرا أستاذ سامي، كنت ضيفا عزيزا علينا. وأتقدم بجزيل الشكر إلى عضو تيار الإصلاح الوطني الأستاذ عبد الكريم البصري، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. والشكر الموصول لكم أحبتي سادتي الكرام مشاهدينا، ألتقيكم في حلقات أخرى. تحياتي تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.